صباحه صباحه يا سيدنا. ايوه 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 هو ده. استباحة علي روي، احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا صباح الخير يا روي. صباح يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده يا سلية؟ عايز ايه علي على الصبح؟ اه الفلس تكوالي. اهلا اهلا. شفت فاتت الطنطة قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايزة الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ بالبيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسلية ده انا تبقى اركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسقط يابا. ام علي ام راشد يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. عراسه ربنتها عندي. عراسه خلاص يا ست البلاغ. هتمسك اجرتها؟ خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البلاغ تحت امرك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله. بقالك تلات ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما استغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك جيت. مات. انا على لحم دماغي الصبح. بقالي تلات ايام. تلات ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توت وبلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ سبع استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول لي بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. الو الو الو. كان اي سبيك تو سو ابي؟ ايه ده؟ انت بتورتن؟ يا سالي يا سالي يا سالي، في واحد بيورتن على التليفون مش عارفه اعمل معاه ايه. يا سالي يلا عاوز اروح احضر الاكل. مش عارفه ارد عليه، مش فاهمه حاجه منه خالص.
الو هلو يس سير اي وونت تو سبيك تو سوها بليز نو مدام نوت هير وين شي از جوينج تو بي باك شي ويل بي ات هوم افتر 2 hours. Okay, can you tell her that I phoned her? Who's speaking, please? It's Mr. Joe. Mr. Joe? Who are you? This is Sally, her servant. Okay, dear. Please don't forget to tell her. Okay. It's urgent. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sally, I want a blue formal suit. Hard. أنهي بروفيو عنده ميت واحد معلش حبيبي حقك عليا جوعتك لا يا ابني كان الله في عونك كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه كلها ما انا عندي اغلى منك اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نتجوزك على طول مش لما نتجوزك انت الاول هتجوز هنروح فين يعني بسم الله قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل منك بس راضي عني والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه ما اتكهربش في باريزه قبل كده والله العظيم مش هنعمل ايه بقى هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء انت بتجاملني يعني ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك الو عامله ايه انت اللي عامله ايه على ميعادنا طب في ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيت ماشي يلا مع السلامه ايه؟ انت خارج؟ انت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل اه مش سامع ما انت عارف اني خارج ربنا يهنيك يا ابني وهتجيبها لي امتى؟ تصبر بس على ابنك الصبر جميل يا عم جميل انت عارف انك بيحب يتأنى ليه؟ خير البر عاجله إذا كانت حلوة وعجباك وشبهنا كده يعني يلا اتكل على الله وربنا يوفقك حاضر يا باشا حاضر حاضر يا كبرنا تشرب شاي؟ أشرب شاي بس كده خلص أكل واعمل لنا الشاي مش دلوقتي يعني؟ أيوة ماشي الشاي الاخضر يا مدام ثانك يو يا سالي تأمريني بحاجه قبل ما امشي لا يا حبيبتي فيكي ايه من دول متغيره كده فيكي حاجه ار يو ان لاف لا لاف ايه بس ما فيش الكلام ده انت هتتكسفي ولا ايه بعدين حتى لو ان يو ان لاف مش هتعرفي تخبي شو ان يو كانت هايد ات يو جلوينج ايه ايه جلوين دي انا بقالي 5 سنين هنا اول مره اسمعها glowing يا سالي يعني you're shining تلمعي بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بر بص حضرتك زي ما انت عارفة أنا من منطقة شعبية والناس اللي زيك بيعرفوا أحوال الناس من غير ما يشوفوهم احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين يا شيخة طيب روحي هاتيلي المحفظة اتفضلي. خدي دول. ايه دول يا هاني؟ دول كادو مني. عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هاني والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه؟ Our life is short. اوكي؟ هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير بس مش هنحب ناس كتير. So, if you're in love,
وهو مخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر همسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكره. جود نايت.